نرحبوا بالزملاء تاع الدرك الوطني في رحاب مقرم الولايه. دونك هذا اللقاء يدخل في اطار الاعمال المشتركه اللي ابتدتها المديريه الاعمال الوطني رقيه الدرك الوطني القيام باعمال تنسيقيه في مختلف المجالات. دونك اليوم تم التحضير لعمل مشترك يشمل جميع دوائر الولايه. دونك العمل هذا خصيصا يدخل في اطار مجالات الامن العمومي ومجال الشرطه القضائيه. دونك هذا العمل تم التحضير له عن طريق اوامر عملياتيه طلبوا من المجموعه الاحتكام الى قوانين الجمهوريه احترام المواطن والحقوق تاعهم. من جهه اخرى مدى بنا الصرامه الالتزام في تطبيق كل ما تضمنه الامر العملياتي لبلوغ الاهداف المرجوه منه. العمل هذا تم التخطيط له اليوم باش يشمل كافه ارجاء الولايه. كافه ارجاء الولايه راح نمشيو في الاتجاه تاع تعزيز تاع الامن تاع المواطن. راح نمشيو في الاتجاه تاع مكافحه الجريمه سواء العابره للاقليم ولا الجريمه اللي راهي موجوده لهنا في الاقليم باش نحسوا المواطن بالامن والسكينه. اضافه الى ذلك العمل باحترافيه العمل بالقوانين نتمشى اون بلوك بالهدف استظهار القوه للناس اللي عندهم نوايا اجراميه بالهدف استظهار القوه للناس راهي ترتكب جرائم. فاره واحد دخل فاره ولا شوف كرسي الازرق زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.